بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. في إطار التعاون المشترك بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف وتلفزيون الوطن في برنامج فاسألوا، نقدم لكم هذه الفتاوى الرمضانية. سائل يقول: ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ نقول وبالله التوفيق، من المعلوم أن ليلة القدر أفضل ليالي العام، وذلك لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، كما أن ليلة القدر ثواب العبادة فيها أكبر أو أكثر من ثواب عبادة ألف شهر. وهذه الليلة المباركة تتنزل فيها الملائكة، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، يتنزلون مع الخير ومع البركة ومع الرحمة ومع المغفرة. وهذه الليلة المباركة سلام من كل شر حتى مطلع الفجر. ولذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخفي هذه الليلة عن عباده حتى يجتهدوا في العبادة، وحتى يجتهدوا في طلبها، خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وحتى لا يتكاسل الإنسان عن العبادة طوال الشهر ويجتهد في العبادة في ليلة بعينها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، أي تنازع رجلين من الصحابة فرفعت، أي ليلة القدر، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس، أي في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.